السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة الرقمية الأسواق اليوم 26 مايو 2021. نبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي مستقرة تداولاته حاليا عند مستوى 89.70، وهي مستويات دعم وقوية هامة. أشرت إلى أنه في حال كسر المستوى الإغلاق اليومي أسفل هذا المستوى قد يمتد التراجع إلى مستوى 89.20، ولكن شخصيا أفضل مراقبة الدولار الأمريكي بنوع من الحذر في ظل استمرار ارتفاع العائد على السندات خاصة في الربع الأول من العام، والعائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام في حال ارتفاعه سيدعم ذلك ارتفاع الدولار الأمريكي، خاصة في ظل وجود توقعات بقيمة الفدرالي الأمريكي بتقليل عمليات شراء الأصول، مما سيدعم ارتفاع العائد على المدى الطويل أو خلال النصف الثاني من العام في حال اتخاذ هذا القرار. وقد يكون الدولار الأمريكي المستفيد بشكل قوي أمام بعض العملات مثل الجنيه الاسترليني أو الدولار الكندي خلال الشهور المقبلة، ولذلك يجب مراقبة تطورات العائد على السندات وتلميحات الفدرالي الأمريكي فيما يتعلق بحجم مشتريات الأصول، وخاصة القرارات التي قد يتخذها يوم 16 يونيو المقبل. لكن بشكل عام تتحول النظرة إلى النظرة الإيجابية على المدى القصير فقط في حال الإغلاق اليومي أعلى مستوى 90، بدأت تتحول إلى النظرة الشرائية على المدى القصير باستهداف مستوى 90.90، وتتحول النظرة إلى الشراء على المدى الطويل في حال الإغلاق اليومي أعلى مستويات 91. أما بالنسبة لتداولات اليورو دولار، أيضا نحافظ على النظرة الشرائية باستقرار التداولات أعلى خط الاتجاه الصاعد على الطار الزمني لأربع ساعات. من المتوقع أن يتم استهداف المستويات 1.2350 بشرط استقرار التداولات أعلى مستويات 1.2160 على المدى المتوسط. أما بالنسبة لتداولات السيني دولار، كما نلاحظ استمرار فقد الزخم الإيجابي بالنسبة لتداولات الزوجة السيني دولار مع كسر الواضح لمستويات 1.4150 وعاد اختبار للحد السفلي لنموذج الوتد الصاعد على إطار الزمن 4 ساعات، مما يدعم النظرة السلبية، ولكن يفضل بناء تمركزات بيعية في حال الإغلاق الساعة أسفل مستويات 1.41. دون ذلك تظل النظرة الحيادية قائمة في الوقت الحالي. وبالنسبة لتداولات الدولار ين، أيضا تستقر النظرة الحيادية باستقرار تداولات 108.34 والمستويات 109.70، وتتحول إلى الشراء في حال كسر الحد العلوي باستهداف المستويات 110.70، وسواء بكسر الحد السفلي باستهداف المستويات 107.50. وبالنسبة لتداولات الذهب، استقر الذهب أعلى مستويات 1900 دولار الأونصة خلال الساعات الأخيرة، وتم الإشارة بأن مستويات 1900 مستويات مستهدفة، وتم ذكر العديد من الأسباب على مدار الأسبوع التي تدعم ارتفاع الذهب. من المتوقع أيضا أن نشهد مستويات 1927 دولار الأونصة بشرط استقرار تداولات أعلى مستويات 1900 على المدى القصير. قد يتم عمليات جني أرباح تدفع الذهب لإعادة اختبار مستوى المقاومة المكسور قبل الانطلاق من جديد صعودا، ولكن على المدى المتوسط تظل أيضا النظر الشرائية باستقرار التداولات ما بين المستويات 1850 دولار أونصة والمستويات 1800. من المتوقع أن يتم استغلال أي تراجعات لبناء تمركزات شرائية، ولا توجد أي إشارة تشير حاليا إلى تخلي الذهب عن مكاسبه. وأخيرا بالنسبة لتداولات مؤشر الداو جونز، أيضا ننتظر كسر مستويات 34500 لاستهداف المستويات 35000. دون ذلك تظل النظرة الحيادية مستقرة بين المستويات 34170 ولا 34500، وتتحول إلى البيع في حال الكسر الحد السفلي لهذا النطاق العرضي. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.